تشتت قتلى فلسطينيين بجنين جراء اقتحامات بالضفة الغربية، ومراسل الحدث يفيد بمقتل جندية إسرائيلية بالاشتباكات. وضع المستشفيات في غزة يتعدى مرحلة الكوارث، وأطباء بلا حدود تخلي المستشفيات أو المستشفى الوحيد العامل وسط القطاع. إسرائيل تشترط أمام المبعوث الأمريكي إنهاء حزب الله لعودة سكان الشمال. تزامنا مع جولة بلينكن في المنطقة، مسؤولون في الكونغرس يحثون بايدن على اتخاذ إجراءات ضد الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية. أحييكم من جديد، فأهلا بكم إلى ساعة أخبارية جديدة في هذه الفترة الصباحية من الرياض. أفاد مراسل الحدث بمقتل جندية إسرائيلية بجنين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة جنين بالضفة الغربية، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 4 جنود من عناصر حرس الحدود إثر انفجار عبوة في مدينة جنين بالضفة الغربية. ونقلت صحيفة هآرتس عن الجيش والشرطة الإسرائيليين أن عبوة متفجرة ألقيت على الجنود الأربعة خلال عملية في جنين، وأن 2 منهم جراحهما بالغة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 6 قتلى جراء قصف إسرائيلي على جنوب جنين في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، فإن طائرات إسرائيلية قصفت تجمعا لشبان على دوار الشهداء جنوب مدينة جنين. وفي وقت سابق اليوم قال المركز الفلسطيني للإعلام أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين وقوى إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، مشيرا إلى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها المدينة لتندلع الاشتباكات بعد ذلك. وللحديث أكثر عن آخر التطورات في الضفة الغربية لا سيما في جنين، ينضم إلينا من رام الله مراسل الحدث الزميل عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ، هآرتس كما تابعنا أيضا تحدثت عن إصابة 4 جنود، 2 منهما جنود إسرائيليين بحالة الخطر. حدثنا أكثر عن المعلومات الأوفى حول هذه الحادثة.
وفي غزة أيضا وسائل إعلام فلسطينية تحدثت عن مقتل شخص وإصابة نحو 50 جراء قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس ومدرسة تابعة لأونروا في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة. وفق المصادر فإن طائرة مسيرة أطلقت النار بكثافة على منازل وشوارع في المخيم بالتزامن مع قصف من الطائرات الحربية وأطلاق نار مكثف من المدفعية قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين. من جهة أخرى اندلع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي، كما شنت طائرات حربية غارات على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين. نعود إلى زميل عبد الحفيظ حين يصبح الاتصال جاهزا. أما الآن نذهب إلى دير البلح وسط قطاع غزة حيث تنضم إلينا من هناك الصحفية خولة الخالدي. أهلا بك مرة جديدة برفقتنا خولة. كما نتابع هناك غزارة وتكثيف في الاستهدافات الإسرائيلية على خان يونس، كيف هو الحال في الواقع؟ الحال فعليا هو حالة توتر غريبة يشهدها الشارع الفلسطيني، خاصة بعد استمرارية هذه الحرب لأكثر من 93 يوما، ولا أفق واضح حتى الآن للمواطنين الفلسطينيين عن كيفية إنهاء هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وكافة محافظاتها، بالإضافة أيضا عن ما هو مآل هذه العائلات الفلسطينية التي ما زالت تنزح حتى هذه اللحظات. هناك غارات إسرائيلية تستهدف المناطق الشمالية ومناطق محافظة غزة في ظل الهجمة الشرسة التي بدأها الجيش الإسرائيلي في أوقات سابقة، وفي ظل توقع المواطنين الفلسطينيين أن إسرائيل فعليا قد انتهت من عملياتها العسكرية في تلك المناطق، إلا أن الجيش الإسرائيلي رغم انسحابه من أجزاء معروفة ومحاور أساسية من تلك المناطق، إلا أن الغارات الإسرائيلية عبر الطيران الحربي ما زالت تشن من حين إلى آخر، ما رفع حصيلة الضحايا لأكثر من 20 حتى هذه اللحظة في منطقة الفالوجة تحديدا، بالإضافة للغارات التي شنت عبر مسيرات إسرائيلية وعبر طائرات الكواد كابتر التي تفرض سيطرتها الجوية في تلك المناطق وأيضا تحد من حركة المواطنين الفلسطينيين في عدد من الأحياء والشوارع رغم انسحاب الآليات والدبابات. الأمر أيضا يشابه ما يحدث في المحافظات الوسطى والتي تتعرض إلى أيضا غارات إسرائيلية كثيفة في الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة أيضا عبر المدفعيات المتمركزة على المناطق الشرقية، بالإضافة أيضا إلى البوارج الحربية الإسرائيلية التي تطلق قذائفها باتجاه المناطق الغربية والطيران الحربي الإسرائيلي في ظل وجود اشتباكات عنيفة للغاية حتى هذه اللحظة في محور صلاح الدين الواصل ما بين هذه المخيمات والمحافظات. هذا الأمر أيضا شاهدناه في منطقة محافظة خان يونس ورفح والتي شهدت التصعيد الأكبر خلال الساعات الأخيرة والتي كانت حصيلة ضحاياها مع المحافظات الوسطى وصل أكثر من 40 ضحية في ظل محاولات سيارات الإسعاف والدفاع المدني الوصول لعشرات العائلات المحتجزة حتى هذه اللحظة في ظل النداءات المتعلقة باحتجاز مجموعة من الأطفال داخل مدرسة في منطقة بني سهيلة في شرق خان يونس. حتى هذه اللحظة هؤلاء الأطفال فقدوا عدد كبير من أفراد العائلة لكن ما زالوا على قيد الحياة ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم. هذا الأمر يشبه أيضا عدد من المدارس ومراكز الإيواء الأخرى التي ما زالت محتجزة نتيجة للاشتباكات وكثافة النيران في محيطها أبرزها منطقة المغازي. ماذا بالنسبة لقطاع الصحة خصوصا بعد التصريحات التي أدلت بها منظمة أطباء بلا حدود؟ فعليا هذه التصريحات أثارت القلق الحقيقي لدى المواطنين الفلسطينيين وخاصة بعد انسحابها أيضا من مستشفى الشهداء الأقصى رغم عدم تلقي إدارة المشفى أي إنذارات فيما يتعلق بإمكانية إخلاء هذا المشفى من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن فعليا شهدنا عملية إخلاء لأجزاء كبيرة من هذا المشفى سواء كان لكوادر طبية أو حتى لنازحين كانوا متواجدين في هذه المنطقة، ولكن أيضا في المقابل هناك أعداد كبيرة ما زالت تحاول الحفاظ على مكانها هنا منعا لإمكانية استمرارية عملية النزوح، خاصة أن الأماكن الأخرى هي أماكن غير متوفرة الآن ولا إمكانية لاستيعاب أعداد كبيرة خاصة في محافظة رفح والتي تشهد الأعداد الكبرى، أكثر من نصف النازحين والسكان الفلسطينيين الآن هم متواجدين في محافظة رفح، وبالتالي حالة التكدس التي تشهدها هذه المناطق الجغرافية تحرم الكثير من العائلات الفلسطينية إمكانية النزوح أو الخروج إلى أماكن آمنة. الآن نسمع أصوات القذائف التي تطلق من قبل المدفعية ولكن على المناطق الجنوبية المحاذية لمخيم دير البلح، وهذا يؤكد أن الجيش الإسرائيلي عاد التركيز مجددا على مناطق محافظة خان يونس المختلفة في ظل الحديث أن الاشتباكات المستعرة الآن في تلك المناطق هي تعتبر الأعنف ما بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وفي ظل استمرارية عملية النزوح ومعاناة السكان بشكل واضح من نقص كافة المقومات المتعلقة بإمكانية الحياة اليومية بشكل جيد.
نشكر لك كل هذه المعلومات. من دير البلح كانت معنا من وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي، شكرا لك خولة. مجددا نذهب إلى رام الله حيث ينضم إلينا من هناك مراسل الحدث الزميل عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ أهلا بك مرة جديدة. كما تابعنا هناك اقتحامات للجنود الإسرائيليين أدت إلى مقتل 6 أشخاص في جنين وبالمقابل سقوط مجندة إسرائيلية، التفاصيل التي لديك. نعم جزيل، مرة أخرى الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين ربما للمرة 20 منذ 7 أكتوبر، وقبلها كانت قد تعرضت المدينة والمخيم أيضا لسلسلة طويلة من الاقتحامات والتوغلات. هذه الليلة الجيش الإسرائيلي كان يقتحم مخيم جنين منطقة الجبريات وأيضا مدينة جنين. خلال هذا الاقتحام تمكن مقاتلون فلسطينيون من تفجير عبوة ناسفة محلية صنع كبيرة الحجم في إحدى المركبات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل هذه المجندة الإسرائيلية وإصابة 3 آخرين، واحدة منهم على الأقل أو مجند يعني رابع إصابته خطيرة حسب مصادر إسرائيلية. جنوب مدينة جنين عند منطقة مثلث الشهداء كان يتجمهر عدد من الفلسطينيين، طائرة مسيرة قامت باستهداف هؤلاء الشبان الفلسطينيين، قتل 6 على الفور وهم جميعهم من عائلة العصعوص، 4 منهم أخوة أشقاء خلال هذا الاستهداف الإسرائيلي. بعد ذلك نقلت جثامين هؤلاء إلى مستشفى جنين والآن هناك حالة من الإضراب والحداد وأجري الاستعداد لتشييع جثامين هؤلاء الشبان 6، ليرتفع عدد ضحايا جنين فقط منذ 7 أكتوبر إلى يومنا الحالي إلى نحو 80 فلسطيني قتلوا خلال هذه الأشهر 3 الأخيرة. نعم، أيضا الإعلام الفلسطيني تحدث عن أغلاق إسرائيل لمدى داخل رام الله بعد هذه العملية وبالتالي انعكاسات ذلك وتداعيات ذلك على الوضع في رام الله. نعم، ما زالت طرق شمال مدينة رام الله مغلقة بشكل كبير جدا، وإن كانت قد خفت حدة التوتر الأمني الإسرائيلي بعد أن تبين أن سائق المركبة التي تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية هو عربي على ما يبدو من مدينة القدس أو من الداخل، وتعرض لعملية إطلاق نار وهناك بحث في خلفيات العملية، وإن كانت الشرطة الإسرائيلية تقول أن الخلفية قومية، ربما حدث خطأ في التشخيص لدى منفذي هذه العملية وحالته حتى الآن. هناك بعض الأنباء التي تقول أنه قتل وهناك بعض الأنباء تقول أنه مصاب بجراح خطيرة للغاية. على كل حال إثر هذه العملية كان الجيش الإسرائيلي قد فرض عددا كبيرا من الحواجز شمال مدينة رام الله وهناك عمليات ملاحقة وتفتيش في هذه القرى شمال مدينة رام الله. باختصار شديد عبد الحفيظ، كيف يمكن وصف التصعيد اليوم في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر؟
نعم تصعيد متوالي ولم يختلف، ما زال بنفس الوتيرة، قد يعني يتراجع أحيانا في بعض الأيام ولكنه أيضا يرتفع ويشتد في أيام أخرى. نشكر لك كل هذه المعلومات التي وفيتنا بها من رام الله. كان معنا مراسل حدث الزميل عبد الحفيظ جعوان. أحد المسعفين في غزة قال إن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جعلت المدنيين أشلاء، بينما ناشد أحد الذين كانوا ينقلون الجرحى المجتمع الدولي وقف الحرب في القطاع. ماشي طبيعي بتروح قاعدة بتضم بعزالها، خبطوهم صاروخ زنانة، في شهداء مقطعين كثير، في إصابات فوق 50 إصابة وشهداء. وين حقوق الإنسان؟ بكف ظلم أطفال بموتوا، مشايخ، وين العالم؟ وين مجتمع الدولة؟ يواجه الأطباء في قطاع غزة أزمة كبيرة في المعدات الطبية ونقصا حادا في حضانات رعاية المواليد الخدج في المستشفيات، ما أجبرهم على وضع أكثر من مولود في حضانة واحدة، وهو ما قد يعرض حياة المواليد الخدج لخطر الموت بسبب نقص أجهزة التنفس والأكسجين. وبحسب الأطباء فإن الوضع تعدى مرحلة الكوارث مع نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وبخاصة في مدينة رفح التي اكتظت مستشفياتها بآلاف المرضى والجرحى. وكانت يونيسف حذرت من أن اشتداد الحرب وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من مليون طفل. الوضع تعدى مراحل الكوارث، وصلنا إلى أكثر من الحد الأقصى والحد الأقصى والحد الأقصى بمراحل. تعدينا 2 و3 أطفال على الحاضن، كنا الوضع الطبيعي أن يوضع الطفل الواحد في حاضن واحد، لكن حاليا 2 و3. أجهزة التنفس الصناعي كلها مشغولة، أجهزة الأكسجين مضغوط كلها مشغولة، الأطفال يوميا يتساقطون كالأوراق، كله يوميا في عنا وفاة، في عنا إما بسبب مباشر من الوضع اللي بيصير مع الحرب أو بأسباب غير مباشرة من النزوح والبرد والجراثيم والأوبئة التي تحصل يوميا. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إجلاء موظفيها وعائلاتهم من منطقة مستشفى الأقصى بوسط قطاع غزة. وقالت المنظمة في بيان إن الإجلاء جاء بعد أيام من قصف مدفعي على وسط القطاع ومنشورات تضمنت أوامر بإخلاء الأحياء المحيطة بالمستشفى. وأكدت منسقة الطوارئ في المنظمة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المرضى والموظفين الذين ما زالوا يعملون في المستشفى، موضحة أن الوضع أصبح خطيرا جدا لدرجة أن بعض الموظفين لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب التهديدات المستمرة. مصطفى نشرت شركة ماكسار الأمريكية المختصة في خدمات الأقمار الصناعية صورا تكشف حجم النزوح إلى رفح جنوب قطاع غزة. الصور أظهرت ارتفاع الكثافة السكانية في منطقة رفح بعد نصب المزيد من الخيام والأبنية الجديدة منذ بداية الحرب جراء نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين إلى منطقات وسط غزة وجنوبها. إلى ذلك قال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد زيارة لمعبر رفح الحدودي المصري إن مئات الشاحنات الممتدة لأميال والمحملة بالمساعدات تنتظر منذ أسابيع للدخول إلى غزة، وأضاف أن مستودعا يمتلئ بالبضائع التي رفضها المفتشون الإسرائيليون تعسفيا يحتوي على العديد من المعونات منها المعدات الطبية اللازمة لولادة الأطفال. وأشار السيناتوران إلى عملية مرهقة تؤدي إلى إبطاء عملية الإغاثة للسكان الفلسطينيين في القطاع المحاصر، وأن النظام الذي يضمن عدم تعرض شحنات المساعدات داخل غزة للاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية معطل تماما. قال الجيش الإسرائيلي إنه أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وأضاف أن أحد أهداف الحرب على غزة هو تفكيك حركة حماس وقدراتها العسكرية التي تم بناؤها على مر السنين، موضحا أنه استهدف القواعد التي أنشأتها حماس داخل المستشفيات مثل كمال عدوان والمستشفى الأندونيسي. وذكر المتحدث باسم الجيش أن القوات ستواصل عملياتها في قطاع غزة، مؤكدا أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت
الوقت. بالمقابل نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري القول إن الجيش يركز حاليا على تفكيك هيكل حماس في وسط وجنوب قطاع غزة، كما أكد هاجاري مقتل قائد كتيبة النصيرات في حركة حماس ونائبه في غارة. وبكخ لفجوة بمعركة بيكود وشليتاشلو. نضرب التسلسل القيادي لحركة حماس. الهجمات في جباليا استهدفت قادة الكتائب وقادة اللواء. أحمد الغندور الظاهر في الصورة هو قائد هذه المجموعات في شمال غزة، وتم استهدافه مع كثير من القياديين. وللحديث أكثر عن آخر التطورات الميدانية من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة لانا كولغاسي. لانا، نذهب مباشرة إلى الزميل محمود، يبدو أن هناك قصف، يحدثنا أكثر ونعود إليك تباعا لنا. محمود، ماذا لديك من جديد؟ تفضل. نعم، بالعودة إلى الجبهة التي لم ينقطع القصف المدفعي فيها، وتحديدا مع ساعات الفجر، وتحديدا أيضا في هذه المنطقة التي نتواجد بها ما بين يارون وما بين عيت الشعب، هذه البلدة التي تعرضت بالأمس وحتى ساعات الفجر لأعنف الغارات. إذا أخذنا شريط الأحداث الذي بدأ مع ساعات الصباح وليس مع الفجر، القصف هو يستمر وتحديدا منذ بعض الوقت على عيترون وأيضا على البليدة في القطاع الأوسط، آخر القطاع الأوسط على القطاع الشرقي. إذا أيضا أخذنا سريعا عدد العمليات العسكرية التي نفذها الحزب حتى ساعات الفجر، هي تقريبا 7 عمليات عسكرية، كان أهمها خلال 24 ساعة هي قصف جبل الجرمق الذي يبعد 8 كيلومترات على الحدود، والذي جاء الرد الإسرائيلي أيضا من جهته بالعمق اللبناني وتحديدا إلى كوثرية السياد وأيضا إلى بلدة ليلية غرب مدينة صقر. دونا خلال 24 ساعة وتحديدا بالأمس 33 بقعة جغرافية ما بين بنى تحتية أو أيضا مناطق مفتوحة أو أيضا منازل أو شوارع قام الإسرائيلي بقصفها، وهذا القصف أيضا تمحور على عدة أنواع ما بين الحرب المسير والقصف المدفعي، وكان غالبا أيضا القصف الفسفوري. أما حزب الله فحتى هذه الساعة يمكن القول إلى أنه 7 عمليات عسكرية، الأبرز كما ذكرت تجاه الجرمق، وأيضا كان لافتا النعي لعدد من المقاتلين حتى ساعة متأخرة من الليل، وصل أمس النعي إلى 6 من المقاتلين، 3 في بلدة كفركلا والثلاثة الأخرى ترجح المعلومات إلى أنهم في وسط هذه البلدة التي هي أمامنا مباشرة، حيث الغارة الأعنف كانت بالحرب، وأعقبها بعد ذلك عمليات إطلاق صواريخ من طائرة حربية أباتشي. أما أيضا البارز خلال الأحداث وهو الذي توقف عنده الإعلام الحربي لحزب الله هو البيان الذي دعا فيه المواطنين اللبنانيين وتحديدا الجنوبيين إلى عدم الاقتراب كالعادة اللبنانية المعتادة عندما يحصل هنالك غارة، أن يهب المواطنون وأبناء القرى باتجاه هذه الغارة، ثم بعد ذلك يأتي الطيران ويغير على هذه التجمعات، وهذا ما حصل أيضا بكثرية السيد حيث أتت الغارة الثانية والثالثة. لذلك كان الطلب بعدم الاقتراب أبدا من الأماكن التي يكون فيها القصف. أختم معك بأنه آخر عمليات القصف المدفعي والقذائف هي في هذه المنطقة التي هي وراءنا مباشرة، يارون وما بينها وبين عيترون أيضا. نعم، يعني في ظل الحراك السياسي والدبلوماسي الذي نتابعه باتجاه لبنان لمنع توسع الرقعة، هل من تصريحات خرجت في لبنان؟ هل من تصريحات جديدة؟ نعم، الأهم في زيارة المفدين الأوروبيين أو أيضا المفدين الذين يأتون إلى لبنان، كان بالأمس جوزيب بوريل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والأهم في اللقاءات كان هو اللقاء
الذي أشارت معلومات من العاصمة اللبنانية كان مع حزب الله، لأن هو لديه القرار في مسألة توسيع الحرب أو عدم توسيع الحرب. وكان أيضا اللقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وأيضا كان لافتا هذا اللقاء لأن الاتحاد الأوروبي بعض الدول هي واضعة حزب الله على قوائم أو لوائح الإرهاب، فكان أيضا لافتا أن يكون هنالك اجتماع بينهم. ماذا درى في هذا اللقاء والاجتماع؟ المصادر التي رشحته التقارير الإعلامية إلى أن حزب الله كان موقفه ثابتا وواضحا إلى أنه لا نقاش في قرار 1701 من أي قضية من حيث البنود التي يطرحها الإسرائيلي أو الأمريكي أو أيضا الأوروبي في قبل وقف الحرب في غزة. بعد وقف الحرب في غزة ووقف أيضا جبهة الجنوب، هنالك أيضا يمكن أن يبدأ النقاش، وهذا النقاش يأخذ مساره إما بالمفاوضات الثنائية وإما أيضا بالمفاوضات التي كانت تقوم بها الدولة كما حصل في عملية تحديد الحدود البحرية. نعم، ولكن حتى هذه الساعة اليوم هو مفصلي، نتحدث نحن عن بداية الشهر الرابع في المواجهات. المصادر التي تقول في العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا القريبة من حزب الله إلى أنها الإسرائيلي قفز إلى فوق قواعد الاشتباك، ولكنه حتى هذه الساعة استعمل عبارة إلى أنه لم يقع المحظور. ما معنى المحظور؟ نعم، أن يكون هنالك أهداف ذات بعد استراتيجي على مستوى القيادات أو أيضا بالبنية التحتية العسكرية. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا محمود. نذهب مجددا إلى الزميلة لانا. لانا، كما كنا نتابع قوات الجيش الإسرائيلي تتحدث عن القضاء على الهيكلية العسكرية لحماس في منطقة الشمال، ما مدى تطابق هذا الكلام في الصحافة العبرية؟ بالفعل بطبيعة الحال ما يتم تداوله من قبل الجيش الإسرائيلي يتم أيضا تداوله من قبل الصحف الإسرائيلية، وبالتالي هم يتداولون هذه القصة تحديدا في شمال قطاع غزة، علما أننا نتحدث أن بيت لاهيا وبيت حنون كانوا من أكثر المناطق المعرضين للقصف منذ بداية الحرب ومنذ بداية التوغلات البرية. ولكن القوات الإسرائيلية كانت قد أعلنت بطبيعة الحال سيطرتها على المواقع الشمالية في أكثر من مرة في الأيام أو الوقت السابق والأشهر الماضية، إلا أن تعود الاشتباكات وتتجدد في كل مرة بعد إعلانها بالفعل سيطرتها بشكل كامل وتمشيطها المناطق الشمالية. بالنسبة لما يحدث حاليا على أرض الواقع، ناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث أن التوغلات البرية تزداد يوما تلو الآخر، خاصة في منطقة خان يونس، والقوات الإسرائيلية استطاعت أن تستكشف مزيد من فتحات الأنفاق وتفجيرها، وكان هناك فيديوهات توثق هذه الأفعال. إضافة إلى ذلك يعني في منطقة المغازي تحديدا، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تحدث أن قام بتفجير منصة إطلاق الصواريخ التي كانت تستخدمها حركة حماس لاستهداف مستوطنات الغلاف. أيضا في وسط قطاع غزة كان هناك عدد من الاستهدافات في وسط القطاع. أيضا بما يخص إطلاق الصواريخ، ربما هناك انخفاض في وتيرة إطلاق الصواريخ مقارنة بالأشهر الأولى من بداية العدوان. عذرا المقاطعة لنا، هل نحن نسمع يعني غارات أو تحليق للطيران؟ نعم، هو تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على ما يبدو هي متجهة إلى قطاع غزة لتنفيذ مزيد من الغارات سواء في المنطقة الشمالية والوسطى أو المنطقة الجنوبية، وهذه الأصوات يعني بالكاد لا تتوقف في قطاع غزة. الطائرات الحربية تحلق على مدار الساعة في سماء القطاع. أما بالنسبة لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات، هناك تراجع في وتيرة إطلاقها. آخر رشقة صاروخية كانت قبل 16 ساعة تقريبا من الآن، كانت تتجه إلى مستوطنات الغلاف. نعم. التوقف عند هذه الصور التي نبثها مشاهدينا، كنا نشاهد تحليق للطيران كما ذكرت الزميلة لانا، وكنا نشاهد عدد من القتلى على الأرض طبعا نتيجة هذا القصف العشوائي للمدنيين وغير المدنيين والمكثف والمستمر منذ 7 أكتوبر. أيضا بالعودة إليك لانا، مدى التعتيم الإعلامي اليوم من قبل الصحافة أو من قبل القوات الإسرائيلية حول حقيقة يعني الخسائر التي تتكبدها إسرائيل، لا سيما في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي لم نعهدها سابقا في مثل هذا النوع من المواجهة، وهذه المرة بالفعل هي تختلف عن كل مرة الأخرى.
بالفعل هذه الأرقام غير معتاد عليها أو غير معتاد عليها الشارع الإسرائيلي ولا حتى الجيش الإسرائيلي. نتحدث أن الصحف الإسرائيلية في الأيام الماضية كانت تتحدث خاصة صحيفة هآرت أن هناك أكثر من 15,000 من الإصابات أو إصابات بالإعاقة في صفوف الجيش الإسرائيلي، إصابات دائمة، وبالتالي هذه بالفعل أرقام كبيرة وكبيرة جدا. ولكن من جانب آخر الجيش الإسرائيلي لم يصرح عن مثل هذه الأرقام، وكما تفضلت هناك تعتم كبير على حقيقة الأرقام سواء في القتلى أو حتى في صفوف الجرحى في الجيش الإسرائيلي. ولكن بالأمس كان هناك آخر التطورات أن الجيش اعترف بمقتل ضابط إسرائيلي إضافي ليرتفع العدد القتلى إلى أكثر من 176 سواء من الجنود أو من الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في الاشتباكات المباشرة بين مقاتلي حركة حماس والجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. لنا بما تبقى لنا من وقت نذهب مجددا إلى الزميل محمود. محمود، قلت أنا هذا اليوم مفصلي بوجود كل هذا الحراك، ردود الأفعال في الشارع اللبناني، مدى قلق ومخاوف اللبنانيين مما يحصل في الجنوب اللبناني، ولكن باختصار شديد من فضلك. بالنسبة إلى المفصلية، هو القصد إلى أنه هذا هو بداية للشهر الرابع، بمعنى أن هنالك قرار مبطن داخلي على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الدولي أن لا تنجر هذه الجبهة إلى عملية حرب واسعة تطال العاصمة اللبنانية بيروت أو باقي المحافظات، رغم كل الضربات القاسية أو المؤلمة التي نفذها إن كان حزب الله باتجاه إسرائيل كالذي حصل بالأمس باتجاه الجرمق، أو أيضا الذي نفذها الإسرائيلي باتجاه حزب الله منذ حوالي شهر والنصف. كان هنالك مجموعة للقادة الخمسة الذين كانوا يديرون هذه الجبهة من الحزب ومن الصف الأول عسكريا، أو أيضا عملية الاغتيال التي حصلت في الضاحية الجنوبية، أو إذا أخذنا الربط الذي يحصل ما يسمى بوحدة الساحات، عملية الاغتيال للواء رضا الموسوي في قرب العاصمة السورية دمشق. كل هذه الأحداث المترابطة التي في بعدها العسكري والأمني لم يؤدي الأمر إلى الانفلاش الواسع للجبهة، مما يعني إلى أن الاتصالات الدولية التي تأخذ هذا المسار ما بين حكومة تصريف الأعمال والرئيس نجيب بقاطي والرئيس نبيه بري، بالإضافة أيضا إلى حزب الله، تدلل على أن واقع سير العمليات العسكرية الميدانية على الأرض سيبقى على وتيرة كالتي شهدناها في الفترات الماضية، إلا إذا حصل تطور ملحوظ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيأتي بعده على مستوى القيادات أو على مستوى أيضا أن تكون الأهداف بعيدة أو بالعمق اللبناني. وهذا باختصار شديد. شكرا لك محمود لكل هذه المعلومات. كان معنا شكرا لك أيضا اللبناني مراسل الحدث، والشكر موصول أيضا للزميلة لانا كولغاسي التي رافقتنا من على قطاع غزة من المنطقة الحدودية. شكرا لكما. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي أن الدوحة أبلغت عائلات 6 من المحتجزين في قطاع غزة بأن جهود التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى أصبحت معقدة بعد مقتل صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان. ونقل الموقع عن المسؤول القطري القول إن بلاده تطلع بدور الوسيط لكنها لا تسيطر على حركة حماس التي ازدادت صعوبة الحفاظ على قنوات الاتصال معها بسبب تصعيد القصف الإسرائيلي على غزة. إلى ذلك أيضا أكد محمود الهباش وهو مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيتوجه للقاهرة للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي من أجل بحث سبل وقف الحرب في غزة. وشدد الهباش على أن بحث اليوم التالي للحرب لن يتم ضمن لقاء عباس والسيسي، مشيرا إلى أن الحديث فيه سابق لأوانه. كما أكد الهباش على أن الأولوية الآن هي وقف الحرب وليس من الصواب مناقشة النهاية قبل البداية. وحول وجود خطة فلسطينية لليوم التالي للحرب قال الهباش لا يمكن أن نقبل بأي حديث عن مستقبل قطاع غزة دون الضفة ولا مستقبل الضفة دون غزة، مضيفا أن هذا الموضوع شأن فلسطيني وعربي ويحتاج لجهد دولي.
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي أكد لبلينكن ضرورة الوقف الفوري للعمليات الإسرائيلية وحماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع مناطق القطاع. كما تناولت المباحثات ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. كما تبدأ أيضا وزيرة الخارجية الألمانية جولة إلى الشرق الأوسط اليوم الأحد لبحث جهود إنهاء الحرب في غزة وعدم توسع الصراع إلى لبنان. وتبدأ الجولة من إسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم مصر ولبنان، حيث تحمل معها رسائل محددة خاصة للطرف الإسرائيلي. تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها الرابعة إلى الشرق الأوسط منذ عملية 7 أكتوبر. الجولة تبدأ في تل أبيب، حيث ستلتقي بيربوك بنظيرها الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس والرئيس هيرتسوك، قبل أن تنتقل إلى الأراضي الفلسطينية للقاء نظيرها الفلسطيني والرئيس محمود عباس، ثم ستسافر إلى مصر حيث ستلتقي بنظيرها المصري، وبعدها لبنان لبحث جهود منع توسع الصراع. مجموعة من الرسائل تحملها معها بيربوك خاصة لإسرائيل، حيث ستنتزع من الحكومة الإسرائيلية التزاما بحل الدولتين وبعدم إعادة احتلال قطاع غزة وعدم تهجير سكانه. وفي الجانب الفلسطيني ستشدد بيربوك على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لبحث مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب. ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تل أبيب نقلت رسالة إلى المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، مفادها أن إسرائيل مهتمة بنجاح خطوتها الدبلوماسية الخاصة بوقف التوتر مع لبنان. وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة حملت أيضا تحذيرا مضمونه أنه في حال فشلت المساعي فسوف تضطر إسرائيل للتحرك باتجاه لبنان والقيام بعمل عسكري لإزالة حزب الله. واعتبرت تل أبيب في رسالتها أنه من دون إنهاء حزب الله فإن كان المستوطنات الشمالية سيرفضون العودة إلى منازلهم. وبحسب يديعوت أحرونوت فإن الجانب الإسرائيلي غير متفائل بنتيجة الحراك الدبلوماسي وسط محاولات للإحاطة به ومتابعته حتى النهاية. وللحديث أكثر عن هذه المواقف وهذا الحراك ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقة الدولية الدكتور خالد العزي. أهلا بك دكتور خالد مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. كيف تفهم اليوم رسائل إسرائيل إلى مستشار الرئيس جو بايدن الأول آموس هوكشتاين لحزب الله وللبنان بشكل أوسع؟ صباح الخير ضحى لك وللمشاهدين. صباح النور جيزال. وجزال للفريق العامل. طبعا جزال المسألة هي عملية إنجاز حل توافقي قد ينقذ لبنان من آتون حرب قادمة، لأن الإسرائيلي مصمم على تنفيذ 1701 أو بالطرق الدبلوماسية، وهذا ما أشارت إليه صحيفة يدعوت أحرانوت بأن يعني الموقف الرسمي الإسرائيلي أبلغ هوكستين بأنهم مستعدون للحلول السلمية بحال حزب الله التزم بتنفيذ 1701 وخرج من منطقة شمال الليطاني إلى جنوبها، وبالتالي هم يعني معنيون بإعادة الأهالي إلى المستعمرات التي هجرت منها. وهذا يعني أن الإسرائيلي لم يعد مضطر للعيش بجوار حزب الله أو بجوار حماس، وهذا يعني الحدث بات واضحا بعد 7 أكتوبر. لكن هوكستاين سيأتي إلى لبنان لجس النبض، وهذا النبض من خلال إعادة طرح الورقة الذي طرحها سابقا بترسيم الحدود بين البرية. لبنان البرية طبعا و
إعطاء نوع من الحوافز لحزب الله على أساس الانسحاب من الغجر ومزارع شبعة وتلال كفرشوبة والبي 2 في الناقورة، وهذا ما لوح إليه يعني الأمين العام لحزب الله في خطابه بأنه سيستعيد الأراضي التي مختلف عليها، وهذا يعني أنه يخاطب جمهوره ويتحضر فعليا لهذه العملية. لكن حزب الله كما يعني أشار برسالته أو بلقائه مع الموفد الأوروبي جوزيب بارول بأنه لن يستطيع التحدث عن أي اتفاق أو عن أي شيء حاليا طالما أن حرب غزة لم تنتهي، لأن حزب الله هو من يعني أشرك نفسه بهذه العملية، وبالتالي لم يعد بإمكانه لا الخروج ولا الدخول. هذا يعني بأن الاستراتيجية الإيرانية بدأت تتلاشى، وأن حليفها في يعني في غزة يعني ضعف، حليفها باليمن أصبح مطوقا بالقوات الدولية، وهذا الإسرائيلي يقول إذا الحليف الثالث سيتلقى ضربة قاسية كما وعدناكم بها إذا لم يطبق القرار 1701. وهذا نعم. ما شاهدناه البارحة في عملية الرد الإسرائيلي الذي تخطت فوق 18 ضيعة بقصف للطيران F-15 والF-16 التي جالت وسادت فوق قرى الجنوب وتخطت عمليا المنطقة المتنازع عليها وباتت تدخل في مناطق جديدة لتنفذ ضربات واعدة بأن القادم أصعبه. هذا يعني بأن خلط الأوراق سيفرض على المبعوث الدولي الذي سيأتي قريبا إلى بيروت للقول عليكم الإسراع بتنفيذ الخطة. بالطبع القرار خاصة يعني دكتور خالد كان صرح يؤف جالانت بأن إسرائيل مهتمة بنجاح الدبلوماسية، ولكن الوقت بدأ ينفد وبالتالي هناك مطالبة للإسراع باتخاذ هذه الخطوات. هل نتوقع اليوم مما تبعناه من حديث نصر الله بأن هناك استعداد لدى حزب الله بتنفيذ القرار 1701، ما معناه الانسحاب إلى الخط الأزرق ومن دون سلاح كما تطالب إسرائيل، مقابل انسحاب إسرائيل بالمقابل من كفرشوبة ومن مزارع شبعة؟ يعني أستاذة جزيل أن القرار الفعلي هو بيد إيران، وبالتالي ما تقرره إيران فعليا في تفاوض أو تسوية سيفترض أن يتقبله حزب الله وأن ينفذه، بالرغم من أنه يعطي هامش لنفسه أن القرار يعني بيده هو وهو لا يأخذ قرار من إيران. لكن المشكلة بأن حزب الله الذي أشرك نفسه في عملية غزة من 8 أكتوبر حتى اليوم هناك على الأرض شهداء يعني نزلوا وسقطوا في هذه العملية وهم كثر، وبالتالي حزب الله يريد انتصار ليقول لشعبه ولجمهوره وبيئته بأنه استطاع أن يحافظ على الجنوب، منع إسرائيل من التدخل، منع إسرائيل من الغوص أكثر في غزة، أنزل لهم خسائر كبيرة، وخاصة أن ضربة القاعدة التي رشقت البارحة بصواريخ كانت إسرائيل تريد أن تقول أن هذه الضربة استطعنا امتصاصها، ولكن بحال تكررت ستكون العواقب أكثر وخيمة. إذن حزب الله يتحضر فعليا تنفيذ هذه الصفقة، لكن العائق الفعلي هو يعني حرب غزة. دكتور خالد اعذرني للمقاطعة ومداخلة سريعة من حضرتك، يعني الكل يمهد الطريق لمنع توسيع رقعة هذه المواجهات لسيما من لبنان، ولكن إسرائيل اعتبرت من خلال رسالة هوكشتاين إنهاء حزب الله هذا التواجد على حدودها الذي يشكل خطر بالنسبة للمستوطنين، وهي تشترط ذلك بانسحاب حزب الله يعني ضرورة لعودة سكان الشمال. هل نرى ذلك بأنه سيتحقق؟
يعني أعتقد بأن المرحلة القادمة حتى مطلع نيسان القادم سيتحقق ذلك، لأن إيران ترى بأن الضربة التي سطرت لها في غزة وهذه الضربة الثانية التي سطرت لها في البحر الأحمر كانت ضعف بالرؤية الاستراتيجية لدى إيران، لأن إيران كانت ترى أن أمريكا ستحتوي الضربات هذه في غزة والبحر الأحمر كما العادة سابقا، ولن يكون هناك تحالفا دوليا غير معلن في غزة ومعلن في البحر الأحمر، مما ساهم بتجميد حركة إيران نتيجة الضعف في الرؤية السياسية ونتيجة يعني غياب الاستراتيجية الكاملة التي بدأ مشروعها يتلاشى، هي اليوم تتعرض في نقطة ثالثة وتفرض عليها يعني تجرع الأمرين وشرب الكأس المر من خلال تنفيذ عملية الانسحاب، لكن بطريقة يضمن لها عدم خسارة حزب الله لما يعني حزب الله كرأس حربة في الأذرع الإيرانية المنتشرة من اليمن حتى لبنان. لذلك هي سوف تستجيب لكن تدريجيا وفقا لنقاط قد تحصل عليها، ويقال بأن حزب الله حقق حوافز كثيرة من خلال إجبار إسرائيل على الانسحاب من النقاط المختلف عليها، وبالتالي هو نقطة مهمة أنه استطاع أن يقول لشعبه وللحاضنة أنه أخرج لبنان من حرب قد تكون تدميرية، وهذه بطولة أن يصمد وأن يقف، وبنفس الوقت أن لا ينجر لي يعني طروحات إسرائيل. نعم دكتور خالد، عذرا يعني الوقت داهمنا، هناك الكثير نتحدث عنه إن شاء الله في مقابلات أو في نشرات مقبلة. من بيروت كان معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي، شكرا لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة أمريكية أسقطت مسيرة قرب سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر. وقالت القيادة الأمريكية في بيان أن المسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار. بالتزامن، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنها أبلغت نظيرها الإيراني بمخاوف اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط، مضيفة أنه على طهران ووكلائها توقف فورا عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن المدعي العام في كرمان قوله إن 32 شخصا اعتقلوا على خلفية هجوم كرمان، في حين أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية ارتفاع حصيلة قتل الهجوم إلى 91 قتيلا. هذا وكان تفجيران وقعا قرب مرقد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بمحافظة كرمان في الذكرى الرابعة لمقتله الأربعاء الماضي. دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان تقدم حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور المعارضتين لعقد اجتماعات عاجلة لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت تقدم في بيان أنها طلبت عقد هذه الاجتماعات أيضا مع الحزب الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي بهدف بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية لوقف الحرب. ميدانيا، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية للجيش من نوع ميج في منطقة شرق النيل بالخرطوم. ضربا أسقطا. هاي نازلين بلنا يا هم ديلك.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن السرية التي أحاطت ببقائه في المستشفى لمدة أسبوع بسبب حالة طبية لم يتم تحديدها بعد. يأتي ذلك بعدما قال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور روجر ويكر، قال أنه من غير المقبول إخفاء الحالة الطبية لوزير الدفاع الأمريكي لعدة أيام. وأضاف روجر ويكر في منشور له على منصة إكس أن البنتاغون يتعمد إخفاء الحالة الطبية للوزير. في أمريكا أيضا تحول إحياء الذكرى السنوية الثالثة للهجوم على مبنى الكابيتول تحول إلى معارك كلامية واتهامات متبادلة بين المرشحين الأساسيين في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، إذ وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بأنه تهديد للديمقراطية، وذلك ردا على ما قاله بايدن في خطابه الذي اعتبر فيه ترامب مدمر للديمقراطية الأمريكية. في الذكرى الثالثة لاقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، حرص المرشحون الرئيسيون للانتخابات الرئاسية لعام 2024 على تبادل الاتهامات بتهديد الديمقراطية الأمريكية. الرئيس بايدن اختار موقع يحمل الطابع التاريخي ليلقي كلمته، موقع كان شاهدا على تنازل جورج واشنطن أحد الآباء المؤسسين عن منصبه طوعا من أجل تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة في الديمقراطية الوليدة آنذاك. أراد بايدن من خلال هذه اللفتة تذكير الأمريكيين بتصرفات ترامب الذي استمر في الاعتراض على نتائج انتخابات 2020. أما الرئيس ترامب سارع إلى الرد على اتهامات منافسه واصفا تصريحاته بأنها ترويج للخوف المثير للشفقة، واتهمه مرة أخرى باستخدام القانون الفيدرالي ووزارة الدفاع لتصفية خصومه السياسيين. من النادر توجيه اتهامات خطيرة لمنافسين أساسيين في الانتخابات، لكن المناورات المبكرة التي قام بها بايدن وترامب تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد معركة كبيرة حول عنوان أساسي واحد يتمثل بمدى استمرارية نظام الحكم في البلاد الذي يبلغ عمره ما يقرب من 250 عاما. بهذا نكون قد وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة الأخبارية. تابعوا دائما قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، وتفاعلوا معها دقائق قليلة، وتنضم إليكم الزميلة تهاني الجهني مع برنامج استوديو الحدث. أعود وألقاكم، دمتم بخير.